أشهد أن لا إله إلا الله، ففي كل موقف كن مع الله، تكون خائفا، تخاف على نفسك، تخاف على أولادك، تخشى على أبنائك من بعدك، تأمل فيما يعطيك الله تعالى من الدروس والعبر حتى تكون مع الله في كل موقف. أم موسى عليه السلام تضع طفلها وتخاف عليه من فرعون المجرم أن يقتله. كان في السنة التي يقتل فيها فرعون الأولاد، يقتل فيها فرعون الأبناء، فخافت على ابنها فدعت الله تعالى وهي المرأة الطائعة المؤمنة، فيأتي الأمر من الله عز وجل أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كيف تلقي رضيعها الصغير الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه في اليم؟ فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وتلقيه في اليم، ويلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. دعت الله تعالى أن ينجيه من فرعون، فأخبر الله عز وجل أن الذي تخاف أن يقتل موسى هو الذي سيقوم بتربية موسى، وسيتربى في قصره، ويشرب من شرابه، يشرب من مائه، ويأكل من طعامه. ثم مع هذا يحرم الله تعالى على موسى أن يرضع من أي امرأة. إنا رادوه إليك، حتى اللبن لا يصل إليه إلا لبن أمه، وتذهب أخته تبحث عنه، ثم تقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ومع هذا ينتصر موسى عليه السلام، وينطلق هو وأخوه هارون ليدعوا فرعون إلى الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ويأتي الأمر الذي نريد أن نفهمه اليوم، إنني معكما أسمع وأرى. فإذا كنت مع الله كان الله معك.